راديو بداريجة هي فكرة. دابا تسنى ما عارفش انا شنو اول مرات خلق ومربي وكابر في طنجة تما قريت ديك شوية اللي قريت وتما عرفت ديك شوية اللي عارف آخر خدمة اللي خدمتها كنت في واحد الجمعية اسمها حسنون، جمعية اللي كتخدم مع الناس اللي كتعمل الهيروين والكوكايين وحاجات آخرين معها. شوفت حاجات اللي ما كانش يسحب لي كاينين وغير حدانا مع الدورة. تما شوفت سبيطارات وشوفت السيرفيس اللي عندنا في أرض الوطن الحنين، سير واجي وسكانير مخصر وباقي كتسناو المندوبية تقلد الصحة. هادو هما الأجوبة اللي غتسمع. كتحس براسك كتكب الماء في الرملة، الناس باغية تخدم ولكن ما كاينش معامل. الدولة عطيك بالظهر النهار اللي عدور عندك، غتدي لك ديالك وغتقول لك أنا مولشي. المغاربة واكلين في صحتهم وما عايقينش، ونورمال ما يعيقوش حيت كل واحد كيشوف راسو بعيد على هادشي. النهار اللي كتجي فيه عاد كيحس. النهار اللي شفنا خاي حمد دخل البنكة ما فهمنا والو، طبعا كل واحد شني قال. هاللي كيقول السايبة في بلاد، هاللي كيقول هاد الجيل ما كيحشمش ويستاهل اللي كيوقع له. ونسينا باللي هاد الجيل هو نتيجة الأجيال اللي دازو قبل، والجيل اللي مجي راه حنا اللي غنصنعو. غنصنعو بهاد الفهمة اللي فهمنا ومحال واش فهمناها مزيان. هاد الجيل هو نتيجة المدرسة والدار، المدرسة اللي سالات معها الدولة من جميع النواحي، من المعلم والأستاذ اللي واكلة من كل جهة، ومن المقررات اللي جات غير باش تكلخ التلميذ وتخليه يفكر غير حداه. هذا إذا فكر، في حين ولادهم كيقراو على برا باش من ليسا القراية ديالو يرجع لأرض الوطن الحنين ويشبر شي منصب اللي مخيط على العبار ديالو. الدار المغربية اللي رجعت مشغولة غير مع الطرف ديال الخبز والماء والضوء والزيت والسكر والملح والطنسيون. حتى المقاطعة اللي من حقنا عياو يدورو بينا باش نسيونا فيها وكيلهيونا بأي طريقة، عادي يكون كل شي ملهي، من التيفي الراديو الجرائد المواقع الخوال خاوي اللي كتبين لك المغرب جنة ونقصينا غير الملائكة. هذا السيد مولاي إبراهيم وهذا مولاي عبد القادر، الزيارة والشمع والفروج كحل، ودعين السيد يشافي ويعافي ويرد الباس. الدراري اللي داهم الريف راهم داخلين في إضراب عن الطعام، وكل واحد وش حد الوقت وكل واحد وش من مدينة نزله. ربيع الأبلق هو في الحبس ديال طنجة، مضرب عن الطعام من 20 مارس وعن الماء من 11 أبريل. وشوفوا شو من نهار حنا دابا. ناصر زفزافي هو في الحبس ديال راس الماء، مضرب عن الطعام والماء من 8 أبريل. نبيل أحمجيق توا في راس الماء، مضرب عن الطعام وعن الماء من 8 أبريل. وسيم البستاتي وبزاف الدراري. وحيت حنا عايشين في دولة اللي مخدمة مبدأ لننسى أخطاء الماضي ونصنع أخطاء جديدة. والتغيير، التغيير ده العقليات، التغيير كيبدا ملي نطفي وسامحيني واستوديو لوزام ونفتحو كتاب ونشبرو ستيلو. التغيير ما غايجيش وانت نتبع الطوندونس وفلان قال وفلان قالت. التغيير ما غايجيش وانت طالق رجلك في قهاوي وعينك على اللي ماشي واللي ماجي. التغيير غايبدا النهار اللي نفطو الغبره اللي معشنا في الدماغ واللي خايف هادشي كامل هو انت كشاب او شابه مغربيه ضايع في وسط هاد السياسه وهاد السيستم، وموراك والديك اللي باغيينك تكون شي حاجه في هاد الدنيا.
وانت باقي حداهم كتكاف. وتينا عارف باللي غير بارح في الريف الناس طلعت بعشرين عام الحبس غير حيت قالوا خصنا سبيطار وطريق ومدرسة. السلام عليكم.